الوصفة اللي بعدها كل الناس متاحة ومش صعبة خالص، وهي الخضار الصيني اللي انا هقول بقى عنه دلوقتي الطريقة او المقادير بتاعته. احنا معانا خضار متقطع، جزر، كوسة، بصل اخضر، كرنب ابيض، ومعانا بروكلي. عايزين تضيفوا اي خضار تاني مفيش اي مشكلة، خلاص كله بس متقطع رفيع اقلام كده جوليان، عشان التقطيعة دي هي التقطيعة المناسبة للأكلة دي. طيب للصوص بقى، احنا معانا زيت نباتي حوالي معلقتين كبار، معلقة كبيرة ثوم مفروم، جنزبيل طازة معلقة كبيرة مفرومة، عسل أبيض معلقة ممكن كبيرة أو صغيرة حسب الكمية اللي معاكم، خل أبيض معلقتين كبار، وصويا صوص 3 معالق كبار، يفضل اللون الفاتح مش الغامق لأن في منه درجتين، وزيت سمسم هيبقى نص معلقه صغيره، وما تكتروش عن كده عشان طعمه قوي جدا، وملح وفلفل. كل اللي انا هعمله هبتدي ان انا احط الاول الزيت، حطيناه على النار، هنزل عليه دلوقتي الثوم. اول حاجه الثوم اهو، وننزل في الثوم الجنزبيل الطازه، وعلى طول انزل الخضار. اول حاجه دايما ياخد مني وقت الجزر عن يعني عن بقيه الخضروات، وبعدها بنزل بقى الكوسه والكروم والبصل. ننزل بقى الكوسه، من اسرع طرق عمل الخضار الممكنه، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا. الثوم مع الجنزبيل الطازة برضو بيحرقوا الدهون هايل. الجنزبيل هايل، يعني انتوا شوية كده هتسمعوا نوها هتقول ايه على الجنزبيل لما تخش. حكيت لي من شوية ايه المشروب اللي هي دايما ايه بتحب تشربه، اللي هو مشروب حارق الدهون. ونحط بقى البصل الاخضر، ونحط البروكلي برضو يعتبر حارق دهون. ليه بقى؟ لان مليان كالسيوم. الكالسيوم، معدل الكالسيوم لو عالي في الجسم ده بيخلي الجسم على طول في حاله حرق. اثبتوا دي علميا ودراسيا، ان الناس اللي الكالسيوم بتاعها عالي وبتتناول كل يوم حاجات فيها كالسيوم، خصوصا الزبادي والخضار اللي فيه كالسيوم، نسبه الحرق والايض بتاعها عالي، فبتخس بشكل احسن كتير جدا. طيب بعد ما بنشوح بقى بنروح منزلين الخل، زيت السمسم، وصويا، ومعلقه العسل، وملح وفلفل اللي يحب، لكن الصويا بيبقى فيه ملح عالي فنخلي بالنا. بس ده بالنسبه للخضار ده. انا هحط هنا بقى على الخضار معلقتين الخل، زيت الزيتون اللي بيقلب الطعم تماما بيخليه صيني 100 100، ونحط الصويا، ونحط معلقه العسل اخر حاجه، هي خلاص هتتقدم اصلا مش محتاجين اكتر من كده. ريحه رهيبه مش قادره اوصف لكم رهيبه ازاي، بتخلي صيني صيني. انا فاكره اول مره عملت بيها فيها الوصفه دي بجد، انا قعدت ابحث كتير عايزه اطلع نفس الطعم الصيني ده اللي بدوقه في المطاعم. لما بقى حطيت المكونات دي على النار واول الريحة قلت يا نهار، فعلا بالظبط بالظبط زي مطاعم الصيني، وان شاء الله تعجبكم كمان اكتر كمان من المطاعم، لان الطعم هنا اقوى شوية. في المطاعم بتبقى شوية على البخار والطعم مش بيبقى قوي بالشكل ده، لكن ان شاء الله لما تجربوا الوصفة بنفس المكونات هتعرفوا قصدي، هتبقى طعمها رهيب. احنا كده خلصنا الخضار، انا هقدمه.